هي مباراة مهمة جدا إن شاء الله تعالى نفوز بها، والفوز مهم يعني لا بديل عن الفوز. إن شاء الله كلنا ثقة في الله ثم في إن الأسباب هتخلينا بإذن الله تعالى ناخد أحسن تاني، لأن الأمر إلا بقى لو يعني أنا من وجهة نظري إن شاء الله ما حدش هيوصل لرقم 6 نقاط إن شاء الله تعالى غير النادي الأهلي في المركز الثاني، يبقى ياخد أحسن تواني على الأقل. لو ما خدناش الأول لو حصل بقى في الظروف ظروف بالنسبة لماتش الماتش اللي هو قبلينا بالنسبة للفريق الأردني. تمام. بطولة مهمة جدا، والماتش اللي فات طبعا ماتش كبير جدا، يعني كان هزيمة أولى وبعدين الماتش اللي بعده كان أفضل بكتير. الدوافع طبعا عندنا الدوافع كتيرة جدا. الدوافع الفنية إحنا الأكثر، إحنا الخبرات، إحنا القدرات، احنا الاحسن. احنا الحمد لله ما متأثرش بغياب اي حد. النادي الاهلي يملك 3 فرق بالظبط فعلا، عدد كبير من اللاعيبه الواعدين اللي يملكون قدرات، بيملكون قدرات يواجه بيها اي تيم. تمام. فاحنا دوافعنا بفضل الله تعالى البطوله في مصر، الدوافع ان الحمد لله في 3-4 عناصر دخلوا الماتش اللي فات فرقوا جامد جدا وهيفرقوا باذن الله. كل مدى في اضافات بتيجي، كل مدى بتيجي اضافات. فماتش بكره فنيا انا مطمئن، يعني الحاله الفنيه بتاع الماتش بتاع الوحده كانت كبيره جدا وظاهره جدا وما شاء الله، وكان احداث المباراه الفنيه لو انا اتكلمت عن الفنيات اتكلم كتير جدا. فماتش بكره يطمنك ان الحاله احسن، ان الحاله كويسه، ان التركيز موجود، ان الالتزام موجود، ان الرغبه موجوده باذن الله تعالى في ان احنا مش ماتش بكره، ماتش بكره يعني البطوله. صدقني البطوله ان شاء الله. فماتش بكره لما نكسبه بعدد كبير من الاهداف باذن الله تعالى، فاكيد عارفين الولاد عارفين يعني التركيز، التزام، اصرار، حاجات كتيره جدا. وبقى الجانب الفني اكيد بتاع حسام البدري اكيد ان فيها هنتكلم فيه كتير يعني ان شاء الله. هزيمه الفيصلي فوقت الفريق شويه يا كابتن؟ هو الاهلي هي بص هي مفاجاه. لكن لو انت مسكت على خلال احداث المباراه الفنيه الاهلي على الاقل يتعادل. تمام. لو هو مش موفق في فوز يتعادل، جاله 3 فرص، في جول 100% اتلغى، في فرصه ميدو جابر، بعد كده اجاييه اللي هو الفرصه اللي طلعها حارس المرمى. هم كسبوا بهدف واحد، هم دافعوا طول الوقت وعملوا حساب هجومي كويس بفرصه بخطا سجلوا الهدف. فانا من وجهه نظري ان وبعدين الاهلي ما يتغلبش مباراتين ورا بعض. الاهلي بيفوق بسرعه صحيح، يعني لان لعيبه محترمه واجهزه محترمه واداره محترمه، كله بيدور على البطولات بالزبط. والطموح والاراده بالزبط. دي صفه موجوده على مدار الاجيال في النادي الاهلي بالظبط.